دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن وزارة المالية ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية هتعقد جلسة حوار مجتمعي لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024-2025 من خلال تقرير موازنة المواطن بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. النهاردة هتقام قرعة منافسات الفرق للبطولة العربية للجودو اللي بتقام بالعالمين في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقام عملية الميزان للاعبين ثم يتبعها القرعة للبنين والبنات. النهاردة تنطلق فعاليات الليلة الثامنة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي في 9 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا، وبتحيي فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حفل الليلة الثامنة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، وبتقدم مجموعة مميزة من أشهر استعراضاتها الفنية اللي قدمتها طوال تاريخها الفني.